ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على نصايح كتير لأصحاب برج الجوزاء في شهر يوليو لعام 2020. النصايح دي عايزين نركز عليها بشكل قوي لأن بالفعل احنا محتاجينها جدا جدا. أولا احنا عندنا شهر قد ايه رائع، شهر قد ايه ممتاز، في إيجابيات كتير جدا وفي فرص وفي حظوظ، ويمكن من أكتر الشهور حظوظ كمان في الوضع العاطفي أكتر، فلازم نستغل الشهر ده بكل طاقتنا، يعني نهلك نفسنا عشان خاطر نستغل الفرص ويكون عندنا وعي كتير. يعني من النصائح اللي انا عايزة اتكلم عليها ان احنا نستغل الشهر ده يكون عندنا وعي كتير. احنا عندنا ذكاء ولكن محتاجين الذكاء الاكتر. طب ننمي الذكاء الاكتر ده ازاي؟ بان احنا يكون عندنا بناخد نومنا بشكل كافي. برج الجوزاء ما بينامش خالص بشكل كافي، نوم متقطع او نوم فيه تفكير كتير، نوم كل كم، يعني ممكن في ال 24 ساعة ننام الاربع ساعات، وممكن ننام عدد كبير جدا بس نحس ان احنا ما نمناش. ليه؟ لان احنا بنهرب في النوم. نخلي بالنا ان النوم نبقى ما بنفكرش في اي حاجة قبلها، احنا هننام عشان نرتاح، عشان نريح جسمنا. ده مهم جدا وبيعمل فرق كتير في الذكاء والوعي، بيخليك انك عندك قدرة على التركيز اكتر. كمان المشروبات، يعني دايما نحافظ على المشروبات بتاعتنا انها تكون عصاير فريش، نبتعد عن الكافيين. الكافيين اللي واخد فكرة انه ممكن يصحصحني، لا، ده بيخليك مصحصح بس زي مش معانا في الدنيا. فنخلي بالنا كويس جدا جدا من النقطة دي. كمان لو هتكلم بقى على حاجات صحية، يعني لو اكملها نصائح صحية، ياريت برضو اللي هي مشروبات الكافيين او شرب السجاير، يعني برضو ان احنا نقلل ده، لان كل الحاجات دي بتعمل لنا توتر. برج الجوزاء في اشخاص بيبقى اللي هو احنا بنلهي نفسنا، احنا بنلهي التوتر بتاعنا، لا، ده بالعكس، ده بيزيد نسبة التوتر لاسباب كتيرة، حاجات صحية مش عايزين ندخل فيها، بس من خلال النصائح ان احنا بنقول نبتعد عن الكلام ده. نبدله بالعصاير الفريش هيكون رائع جدا، بالفواكه، بالحاجات دي كلها هتساعدنا كتير قوي على التركيز والوعي، وكمان صحيا هنكون افضل. النصيحة اللي انا عايزة اتكلم عليها برضو هي الحقد او الاحقاد. الحقد بيجي من القريب، دايما بيجي من اللي عارف عنك تفاصيل حياتك، او اللي عارف عنك معلومة، حتى اللي عارف عنك انت دخلك ايه، خارجك ايه، انت بتكسب ايه، ما بتكسبش ايه، مشوارك عامل ازاي. اللي بيبقى عارف عنك تفاصيل او عارف عنك دنيتك هو ده اللي بيكون حاقد عليك بصورة قوية. في اشخاص يا برج الجوزاء بيتمنوا ليكم الفشل، بيتمنوا ليكم ان انتوا تقعوا، لازم نحذر جدا جدا منهم. قريب بقى غريب انتوا هتحسوهم بروحانياتكم، برج الجوزاء اساسا بيحس الاشخاص جدا جدا، فخليك انك تبتعد عن الناس دي. حاجة تانية مهمة انك ما تسيرش فضولهم، يعني دايما خلي بالك جدا جدا من حتة ان انت تسير فضول اللي قدامك، او ان انت تستفز اللي قدامك، او ان يكون عندنا حب الظهور، يعني اللي هو الشخص ده مضايقني فخلاص انا عملت حاجة فانا هضايقك اكتر، هغيظك بقى، يعني هوريك انا مين. لا، الفكرة دي هي ده طبع موجود في الابراج الهوائية التلاتة، ولكن احنا مش عايزين الموضوع ده يكون موجود في شهر يوليو، لانه هيجيب لنا مشاكل كتيرة، هيخلينا احنا اللي نتعب، هيخلي فيه حقدة او عيوب كتير. احنا لازم تحصين، ده اول شيء، يعني لازم نحصن نفسنا جدا ونداري على نفسنا جدا، ونبتعد عن حب الظهور او اللي هو عايز اغيظ اللي قدامي عشان اوري لك انت اتريقت عليا، طب تعالى بقى اما اوريك انت ايه وانا ايه. ده هيكون موجود بس ما بقلاش اني انا اللي اكون بسير الموضوع، خلي الشخص اللي قدامك يشوف ده من تلقاء نفسه، لكن اني انا اغيظه اكتر، لا، ده كده احنا كده هنتعب نفسنا بالحسد والحقد. الحاجه برضو اللي انا عايزه اتكلم عليها المصاريف يا برج الجوزاء، يعني ما بلاش نكون مصرفين. برج الجوزاء عندكم اهتمام بالنفسيه، وهنصحكم كمان بان احنا نهتم بنفسيتنا، يعني ان احنا نكون بنخرج، ان احنا بنتفسح، ان احنا يكون عندنا نجيب لبس جديد، كل ده متطلب فلوس. بس المصاريف الكتير اللي هو ممكن باكل بره كتير، الحاجات دي كلها لازم اخلي بالي منها بشكل قوي جدا، لاني انا هحتاج مصاريف او هحتاج مبلغ على بعضه. هيكون قدامك مشروع او قدامك شحن او قدامك حاجة مهمة عايز ان انت تكسبها، بس هيكون متطلب منك دفع مال بشكل كتلة او مبلغ على بعضه، فيكون انت عندك احتياج للفلوس، فببلاش ان انت تصرف كتير. دي نقطة مهمة جدا. الحاجة برضو اللي انا عايز اتكلم فيها واقولها في البداية عشان نركز عليها، هي لو عندنا مشكلة قانونية،
لو عندنا مشكله قانونيه برج الجوزاء، ما بلاش ان احنا يكون عندنا خناق او عصبيه، او ان احنا يكون عندنا برج الجوزاء على فكره مش هيكون عندنا عصبيه كبيره في شهر يوليو، يعني يكون عندنا بنميل الى الهدوء، ولكن في فكره ان يكون في مشكله قانونيه او مشكله بتقوى او بتقوى او هتدخل في حاجه قانونيه، لازم اخلي بالي وما اقولش للي قدامي يخبط دماغه في الحيط، او اني انا اكون بستفز اللي قدامي بطريقه معينه. اخلي بالي كويس جدا، لان ممكن اخلي اللي قدامي يوصل لطرق غير مشروعه في وضع قانوني، او طرق غير مشروعه انه ياخد حقه مني، او ان يكون يستفزني بطرق مش كويسه تماما، هكون انا في غنى عن الدوامه اللي انا ممكن ادخلها. فما بلاش ندخل نفسنا مشاكل لو احنا على عرضه بمشكله قانونيه او مشكله هتدخل حاجه قانونيه. نخلي بالنا قوي 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 من النقطه دي. الحاجه برضو اللي انا عايزه اتكلم فيها هي ان دايما يا برج الجوزاء اسعى وكمل، وبص لطريقك وبص لهدفك وابني طموحك زياده، بس ما تبصش وراك، يعني خليك دايما ابني اهداف، ابني طموح، اعمل حاجات كتير، ما تبصش للماضي، ما تبصش للي حد ممكن يكون عايز يأذيك او ما يأذيكش، حد بيحاول ان هو يعمل لك مكيده، حد بيحقد عليك، كل الحاجات دي لما احنا لما ناخد بالنا ان احنا ما نولدش احقاد او ما نثيرش الانتباه حوالي لينا، ده هيحميك من ان انت تبص وراك. كمان فكرة الماضي، ان انت تبص للماضي او مشكلة في الماضي مأثرة عليك، او حب او علاقة عاطفية من الماضي تأثر على مستقبلك العملي، تأثر على مستقبلك العاطفي، ما بلاش ندخل دوامات احنا في غنى عنها او حاجة تعطلنا. برج الجوزاء الباب مفتوح قدامك، تبدأ ان انت تنطلق، مش ان انت تعلق نفسك بحاجة موجودة او حاجة فاتت، ده هيكون اكبر غلط، هتندم عليه ندم كبير جدا، هتقول ان كان قدامك فرصة وانت ضيعتها بسبب ان انت عندك كان تفكير، كنت متشعلق في حاجة في الماضي. نخلي بالنا كويس جدا. زائد ان احنا لازم يكون عندنا الثقة في النفس بقى عالية قوي، بقى لازم اللي هو تكون عندك حتة الشموخ بشكل قوي. برج الجوزاء اساسا برج شامخ جدا، ولكن في نفس الوقت احنا عايزين نكون واثقين في نفسنا عشان ناخد الخطوات اللي بجد، عشان لما نيجي نقرر حاجة نكون واثقين في قرار. وفي نفس الوقت لازم نفكر كويس قوي قبل اي قرار، يعني ما نكونش متسرعين. برج الجوزاء بطبعك مش متسرع، بس بطبعك ممكن تكون المزاجية قوية، يعني ممكن في لحظة تتسرع وفي لحظة تانية تتراجع وفي لحظة لا، انا لازم بقى افكر كويس جدا عشان لما افكر واقرر ما ترجعش، عشان افكر وما كنش متسرع فندم. لازم اخلي بالي كويس جدا جدا، استشير اشخاص، استشير ناس ممكن تكون اكبر مني، او ناس تفهم، او ناس ليها علاقة بالحاجة اللي انا عايز اسأل فيها او داخل فيها او مجال جديد، لازم اخلي بالي. برج كمان الجوزاء في حاجة تانية مهمة، ما تحاولش ان انت تشوف حد ممكن يكون عمل موضوع اقول او اخد قرار ان انا هعمل زيه، هو نجح فانا هنجح زيه، لا، دور على طريقك اللي انت تنجح فيه مش طريق حد تاني نجح فيه. انا مش معنى الكلام خالص اني انا بقول حاجة على برج الجوزاء، ولكن انا بنصح نصيحة معينة ليها هدف بعلاقة التوقعات لبرج الجوزاء في شهر يوليو. ما بصش لحد او نجاح حد، لو بصيت لنجاح حد انت مش هتعرف تنجح، انت ليك شخصية، ليك طريق تاني او ليك شخصية تانية هتنجح وهتكون افضل. انت عندك نجاح مبهر، عندك نجاح مبهر جدا، ونجاح يمكن يفوق النجاح اللي ممكن يكون حد تاني نجحه وانت شايف ان هو عمل كده انجاز، انت ممكن تنجز اكتر منه، تبقى يعني قوي جدا عنه. فدور على اللي يساعدك، ودور على الحاجة اللي انت تنجح فيها، ودور على الطريق السالك اللي انت تعرف تسلكه لحد نهايته، لحد الاخر، ده مهم جدا. برج الجوزاء كمان في حاجة تانية عايز اتكلم فيها نصيحة، واعذروني ان انا بطول عليكم، وهي انك ما تسلمش مفاتيحك لحد، ما تخليش حد يبقى عارف عنك كل تفاصيل حياتك، ما تخليش اوراقك مكشوفة، ما تخليش اوراقك في ايد حد، او اختامك في ايد حد، او اي حاجة تخص امورك الحياتية بشكل قوي او تخص مستقبلك في ايد حد، حتى لو حد قريب منك. مش قلة ثقة في القريب منك وبس، او قلة ثقة فيه يعني عامة، لا، ممكن يكون الشخص ده هو مش ذكي انه يحافظ على الحاجة دي، فلازم تخلي
خلي بالك جدا جدا ان هو يا اما يكون غير حريص او مش ذكي ان هو يحافظ على حاجتك او انه يطمع فيك. فلازم تخلي بالك جدا جدا جدا، حاجتك ممتلكاتك مقتنياتك لازم تبقى في ايدك انت، فلوسك في ايدك انت، ما تدفعش حاجه الا لما ابقى عارف ايه هي رايحه فين وجايه منين. وكمان حاجه تانية، لو هتدخل في حاجه في ليها علاقه باسهم، ليها علاقه ب يعني مثلا بورصه، الحاجات دي كلها خلينا ناجلها للنص التاني. يا برج الجوزاء، برج الجوزاء انا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، ولكن النصايح دي بتمنى جدا ان انتوا تاخدوا بالكم منها. بحبكم جدا جدا وبحبكم وبحترمكم وحاجات كتير قوي قوي. عامه مش هطول، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.